نرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبنبتدي نظرة سريعة على أبرز وأهم الأحداث. بنبتدي بمشروع قناة السويس، هذا المشروع القومي العملاق اللي أنجزه المصريين في شهور قليلة، المتوقع إن شاء الله أنه يدر عائد على الاقتصاد المصري بشكل كبير. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلن أنه مصر بتتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات لبدء الإنتاج الفعلي وممارسة نشاطها الفعلي في منطقة قناة السويس إن شاء الله بحلول عام 2020. كمان حقيقة يمكن الهدف الرئيسي من تنمية إقليم ومحور قناة السويس الجديدة، بتهدف مصر بشكل كبير من هذا المشروع وتنمية هذه المنطقة بشكل كبير إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل حتى حلول عام 2030. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من العمل في إقليم قناة السويس، يعمل رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة على توفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات والمصانع التي ستستثمر هناك ببدء الانتاج الفعلي بحلول عام 2020. قبل عام 2020 سيكون هناك انتهاء من إقامة الأنفاق أسفل قناة السويس، يعني خلال 3 سنوات من الآن. أيضا ميناء شرق التفريعة سيتم الانتهاء من عمليات التوسعة فيه، وكذلك البنية الأساسية على الأرض في مناطق تدشين هذه المشروعات سيتم الانتهاء من الجزء الأهم منها بما يسمح ببدء تشغيل هذه المصانع. تأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي. النهاردة بقى معظم المستثمرين إذا كان في مصر أو خارج مصر، النهاردة بلاقي ناس في أي جلسة يتكلموا يقولوا لنا طيب إيه أخبار مشروع قناة السويس؟ ألاقي فيه انتماء غير عادي لرجال الأعمال، إنهم كلهم عاوزين يروحوا ياخدوا أراضي هناك ويفكروا فعلا في مشاريع لخدمة القناة. في العالم كله مش في مصر، مشروع زي ده بيدعموا أهل البلد قبل ما نقول حكومة، لأن مشكلتنا احنا كمصريين دايما نعتمد على الحكومة. هذا وقد أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أنه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة. أمل صبري، النيل. كشف علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري عن بدء عمل مكاتب التمثيل الجديدة والمقرر فتحها بكل من غانا وتنزانيا وأوغندا وكوديفوار وجيبوتي وسلطنة عمان، وذلك مطلع أبريل القادم، وهو ما سيرفع عدد مكاتب التمثيل التجاري المصري بإفريقيا إلى 11 مكتب، حيث توجد مكاتب لمصر في الجزائر والسودان و جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا. رئيس جهاز التمثيل التجاري صرح بأنه الهدف من زيادة أعداد مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا بيستهدف دعم جهود القطاع الصناعي المصري لزيادة صادراته للأسواق الإفريقية، ولذلك تم اختيار الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية لفتح المكاتب الجديدة بها، مشيرا إلى مطالبة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل لرؤساء مكاتب التمثيل التجاري المصري بالدول المختلفة على ضرورة تكثيف الجهود لمعاونة المصدرين المصريين على الفوز بالمزيد من العقود التصديرية. وحول مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر عقده الشهر الحالي بشرم الشيخ، لفت الليثي إلى أن المؤتمر سيناقش قضايا الاستثمار في إفريقيا وسبل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية بما فيها تنمية حركة التجارة مع وفود الدول الإفريقية المشاركة، وده خلال الاجتماعات الثنائية اللي هيعقدها الوفد المصري على هامش اجتماعات شرم الشيخ. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية صرح بأنه الأوكازيون الشتوي اللي بينتظره أو بتنتظره قطاعات عريضة من الشعب المصري هيبتدي إن شاء الله يوم الاثنين القادم وحيستمر لمدة شهر، ومن المتوقع أن يصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى أكثر من 3000 محل وشركة من قطاع أعمال
خاص وعام وتعاوني واستثمار. وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أضاف أيضا أنه تم التأكيد على أهمية إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع مقترنا ببيان عن الثمن الفعلي للسلعة الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق للأوكازيون. وأشار أيضا إلى أنه على المواطنين عند الشراء الحصول على فاتورة من المحل بنوع السلعة وسعرها، وله الحق في رد السلع خلال 14 يوم من شرائها، وذلك حسب قانون حماية المستهلك. حظيت عروض بانوراما التراث باهتمام وإعجاب شديدين من قبل زوار معرض فروت لوجيستيكا الدولي والمقام حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، وهو العرض الذي يشارك به مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وهو أحد المراكز البحثية بمكتبة الأسكندرية من خلال جناح المجلس التصدير للحاصلات الزراعية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، والذي يمثل مصر فيه كضيف شرف لهذا المعرض لهذه الدورة الحالية. شيء جديد وجميل ومبتكر أن يتم العرض للحضارة المصرية والأثار الفرعونية، ويعني تشجيع السياح على القدوم لمصر من خلال أفكار جديدة ومن خلال المشاركة في مثل هذا المعرض. لأنه مدير مركز توثيق التراث المهندس محمد فاروق أكد أنه تفاعل الجمهور مع هذا المعرض ومع السرد الحي للحضارة المصرية القديمة اللي تم أثناء هذا المعرض كان تفاعل كبير جدا، وأكد الجميع على حرصه على زيارة مصر ومشاهدة الأثار الفرعونية اللي بتشتمل عليها، وده مازال بيثير الانتباه والإعجاب في كل دول العالم عند الحديث عن الحضارة المصرية وأهم مميزاتها والأثار اللي بتحويها. فاروق أوضح أيضا أن العرض البانورامي بانوراما التراث بيمثل نموذج لبرنامج وسائط متعددة بيعرض به أو بيتم من خلاله عرض الموضوعات التراثية الحضارية والطبيعية في عصور مصر المختلفة. وبيذكر أن هذا المعرض حظي بحضور ما يقرب من 2600 شركة عالمية من 78 دولة، وبلغ عدد زواره حوالي 50,000 زائر من 130 دولة. أعلن المركز الإعلامي لمنطقة أثار الهرم توافد حقيقة غير مسبوق من الزائرين للمنطقة الأثرية بالأمس، مضيفا أن عدد الزائرين بلغ حوالي 28,175 زائر مصريا وسائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، حيث حرصوا على يعني قضاء وقتهم وأجازة نص السنة بشكل كبير في منطقة الأهرامات. المركز أشار في بيان أصدره بالأمس إلى أنه التوافد كان مكثف للرحلات من مختلف المحافظات، محافظات الجمهورية وتحديدا الإسماعيلية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية، إلى جانب طبعا القاهرة لهذه المنطقة الأثرية. وأوضح أيضا المركز الإعلامي أنه الزائرين حرصوا على زيارة هرم خوفو وهرم منكورع وأبو الهول ومتحف مركب خوفو والمقابر المتاحة للزيارة بالجبانة الشرقية والغربية بالمنطقة الأثرية. نجح المهندس ماجد غالي رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم والمعرفة ورئيس مركز البحوث والدراسات بالمنظمة العالمية للكتاب، نجح في ابتكار مدينة عائمة متحركة تقاوم الزلازل والأعاصير والسيول والظروف المناخية السيئة، وتم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للحصول على براءة الاختراع. حقيقي أنه الإنجازات والاختراعات والابتكارات اللي بيقوم بيها مصريين لا تنتهي، ولكن المهم هو توفير المناخ الملائم لهذه الإنجازات حتى ترى النور. غالي أشار خلال عرضه لابتكاره ضمن فعاليات ندوة دور الابتكار في تنمية الصناعات الصغيرة إلى أنه هذه المدن بيمكنها التحرك داخل المياه الدولية كجزيرة عائمة متحركة للتوجه نحو الطقس المناسب والربيعي بعيدا عن برودة الجو أو ارتفاع درجة الحرارة، ليرسو في الموقع الأفضل من حيث المناخ، ويكون أيضا غذاء قطني هذه المدن من الثروة السمكية مع استزراع بنظام الزراعة المائية الحديثة أو ما يسمى الزراعة بدون تربة.
كذلك أكد أنه مصادر الطاقة بها بتعتمد على عدة أنظمة للطاقة المستدامة من خلال الطاقة الشمسية الضوئية والحرارية وطاقة الطفو وطاقة الأمواج والحركة والتبخير لتحلية المياه. اليوم إن شاء الله هينطلق مهرجان الحرف التقليدية بتعزف نغمات التراث اللي بينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع أو متحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلمي وبالتعاون كذلك مع مكتبة الإسكندرية. الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية صرح بأن المهرجان سيستمر لمدة أسبوع وتبدأ فعالياته بالمولوية المصرية بقيادة عامر التوني باعتبار أن الفن الشعبي بيمثل جزء مهم جدا من التراث الذي يعبر عن لسان حال تاريخ الوطن ويعقب يعني هذه الفعالية ورشة عمل بتشرح الحرف اليدوية المختلفة وكيفية صناعة المنسوجات والفخار والنقش على الحجر وأيضا ده يمكن بهدف توعية الأجيال الجديدة بالتاريخ وبالتراث المصري القديم ويعني ربط الماضي وإدخال عليه كل ما هو جديد من أمور مستحدثة ويمكن أيضا زي ما قلنا أنه كل هذه الأمور أو ورش العمل المختلفة بتهدف لتوعية الأجيال الجديدة بتاريخها وربطها بماضيها العريق بتعرفهم بالأدوات والآلات التي استخدمها المصريون في حياتهم اليومية خلال الفترات التاريخية السابقة وبيشارك بهذا المهرجان مجموعة من فناني مصر للحرف اليدوية والتراثية وسيتاح عرض معروضاتهم المختلفة داخل هذا المهرجان اللي قلنا ان هو يستمر لمدة اسبوع. الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية اللي بتشهدها مصر بمختلف محافظاتها كثيرة ومتنوعة وده شيء هام بيصب في النهاية على تأكيد دور مصر الثقافي والتنويري ليس في المنطقة فقط وإنما في العالم بأسره. اتكلمنا عن إن شاء الله هيكون لينا حوار مفصل عن بدء الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون وبالتزامن معاه اختتمت بالأمس بقى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية بحفل يعني مميز وخاص أقيم بمعبد الكرنك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر وسامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمشاهير وصناع أيضا السينما. بالفعل يعني الكثير والعديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة ويمكن من أهم الجوائز ذهبت الجائزة الذهبية للفيلم التونسي بصرة إخراج نبيل النجار وفاز بجائزة التقدير الخاصة فيلمي السلام عليك يا مريم الفلسطيني وبصرة التونسية. أيضا لجنة التحكيم منحت جائزة خاصة للفيلم اليوناني بين الأبيض والأسود وفاز بجائزة عمود الحياة البرونزية في مسابقة الأفلام الطويلة والفيلم التونسي أيضا فاز بعمود الحياة الفضي والفيلم الإيطالي الرحلة وذهبت الجائزة الذهبية للفيلم المغربي للمخرج سعيد خلاف. طبعا كلنا حسينا النهاردة وتحديدا من امبارح بالليل بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الدنيا بقت برد خبراء الأرصاد الجوية بيتوقعوا اليوم إن شاء الله هيكون في انخفاض مستمر وملحوظ لدرجات الحرارة ليسود طقس بارد شمالا حتى القاهرة ومائل للبرودة على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. توقع الخبراء أيضا أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي ربما إلى اضطراب الملاحة البحرية وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد.
تفاصيل أكثر متعلقة بحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة من خلال اتصالنا بالدكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتورة أمال. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا طبعا كلنا حسينا بانخفاض درجات الحرارة، من المتوقع أنه يستمر لغاية إمتى إن شاء الله، ودرجات الحرارة برضو المتوقعة؟ هو زي ما حضرتك ذكرتي فعلا في انخفاض في درجات حرارة اليوم، عشان القاهرة تسجل النهاردة 16 درجة والصغيرة 8، والسواحل الشمالية الغربية تسجل 15 والصغرى 9، والسواحل الشمالية الشرقية 15 والصغرى 8، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا يسجل 18 والصغرى 3، جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 22 و7. استمرار الحالة اللي احنا فيها ديت ما نقدرش نقول انها موجة، لانها هي يدوبك يومين بس، فاحنا مستمرين بكرة وبعده الاحد والاثنين في انخفاض اخر في درجات الحرارة يوم الاحد، على ويسود طقس شديد البرودة شمالا حتى القاهرة نهارا، وبيكون بارد ليلا على كافة الانحاء وعلى جنوب الصعيد، وبيشمل التكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وبتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على البلاد وبصاحبها سقوط أمطار. الطقس الأحد والاثنين نفس الطقس، ودرجات الحرارة بكرة هتكون أقل من النهاردة، مثلا القاهرة تسجل 14 والصغرى 8. طيب دكتورة أمال، فيما يخص نشاط الرياح الشمالية الغربية على يعني معظم أنحاء الجمهورية، وهذه الرياح ربما تكون محملة بالرمال والأتربة أيضا، مدى تأثيرها على اضطراب الملاحة البحرية؟ طبعا لأن الرياح شمالية غربية جاية من وسط وجنوب أوروبا، فبتكون مرة على الصحراء الغربية عندنا، فبتحمل شدتها بتحمل رمال فبتأثر على البلاد. بالنسبة للبحار، البحار بتكون فيها اضطراب لأن بيؤدي إلى ارتفاع الأمواج، فبالتالي بيكون نشاط البحري مش مرغوب لأن ارتفاع الموج بيكون عالي. طيب فرص سقوط الأمطار أخيرا يا دكتورة أمال على القاهرة تحديدا إيه؟ فرص سقوط الأمطار على القاهرة خفيفة عن باقي الأنحاء. نشكر الجزيل الشكر دكتور أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية. طيب للتعرف على الأجواء المرورية في شوارع القاهرة معنا عبر الهاتف دلوقتي سيادة النقيب رأفت نجم المشرف بالإدارة العامة لمرور القاهرة. ست النقيب صباح الخير وأهلا بيك معنا. صباح الخير مع الشباب أهلا بيك. يا ريت توصف لنا الأجواء والحالة المرورية لحد دلوقتي. بالفعل فندم، الحمد لله متابعة الكاميرات حاليا متواجدة على أغلب محاور ومدن القاهرة. الحمد لله لم يتم منظمة حتى الآن أي كثافات أو اختناقات مروريا. أيضا ومتابعة للتركان مع سارة الضباط ميدانيا، حاليا ما فيش أي إخطار حتى الآن يرد للغرفة لوجود أي اختناقات مروريا. هو فقط عندي مدخل القاهرة من شبرا الخيمة، منزل كوبري شبرا الخيمة المتجه للكورنيش قادم من العلوبية اتجاه الكورنيش. ده بعض الكثافات حاليا مع منتصف الكوبري اتجاه المنزل، دي نتيجة تحويلة حاليا انشاء كوبري بنفس الموقع. ما بعد تجاوز التحويلة اتجاه خدمات الكورنيش ما بعد معهد نصر على وجه التحديد، الحالة مرورية تماما حاليا قادم متجه سهولة تامة. ايضا مع اعلى كوبري اكتوبر القادم من الجيزة في كثافات بعض الشيء من اعلى الشهيد حتى اعلى مدار رمسيس. ما بعد اعلى مدار رمسيس الحالة مرضية تماما المتجه لمدينة نصر. باقي محاور القاهرة مع محور صلاح سالم، محور النصر، محور الصراط، الحمد لله قادم ومتجه حاليا زوج سريع. مدخل القاهرة من السويس بداية تجميل حاليا كثافات سيارات احجام مرورية فقط دون اي اعطال، بداية مطلع كوبري الجيش المتجه لمصر الجديدة. ايضا القادم من الاسماعيلية مطلع كوبري التعمير القادم من الاسماعيلية بداية المطلع فقط، بعد يعني من حوالي 20 متر قبل مطلع الكوبري، دي كثافات فقط دون اي اعطال، وحاليا بيتم تعزيز الخدمات بنفس المحور. ان شاء الله مع الاقتراب بالنسبه لفتره الذروه الصباحيه هيكون في ايضا كثافات اكثر هيتم تعزيزها بالفعل لسرعه عمل اللازم. انوه حضرتك بالنسبه لتطوير محور رود الفرج، هو تم اجراء تحويلات بالنسبه للمحور القادم من منزل كوبري ابو غافيه القادم من الزاويه اتجاه الخلفاوي، ده هيكون مغلق تماما. تم تحويل السيارات
اتجاه شارع بين المدارس او شارع سعد سليم بالنسبه للمتجه لميدان الخلفاوي، وايضا المتجه من ميدان الخلفاوي اتجاه الكورنيش عن طريق شارع دوله تيان ده مغلق تماما. البديل بتاعه مع ميدان الخلفاوي استكمال شارع جسر البحر يمينا شارع شفيق، ثم الوصول لاتجاه محور الكورنيش استكمال مره ثانيه اتجاه شبر خيمه. نعم بنشكرك جزيلا. دي محاور عاوز انوه انوه على حضرتك برضه بالنسبه لشارع تيرة اسماعيلية منطقه موقف عبود المتجه من تيرة اسماعيلية اتجاه مطلع كوبري المظلات ده مغلق تماما، الاتجاه ده مغلق تماما لانشاء كوبري. طب والبديل؟ والبديل الاتجاه الاخر المواجه له يعمل في الاتجاهين، الاتجاه الاخر اللي هو قادم من منزل كوبري المظلات هيكون وبالفعل يا فندم تم وضع اللافتات اللازمه بنفس الموقع وتم تعزيز الخدمات المروريه بنفس المنطقه. شكرا جزيلا سياده النقيب رأفت نجم المشرف بالاداره العامه للمرور بالقاهره. منظمة العمل الدولية أعدت ورشات عمل مختلفة على مدى 3 أشهر وذلك لتعليم صيادين من غزة إصلاح مراكبهم ومعداتهم المختلفة. ورش العمل دي ساهمت بشكل كبير جدا في تقليل النفقات والأموال اللي كان بيصرفها الصيادين على يعني إصلاح المعدات وإصلاح المراكب ومحركاتها، وساهمت كذلك في تسريع عملية الإصلاح وتوفير الوقت إلى جانب المال. نتابع هذا التقرير. على مدى 3 أشهر تعلم صيادون من غزة أصول مهنة جديدة شاركوا فيها في ورشات عمل نظمتها منظمة العمل الدولية لتعليمهم إصلاح مراكبهم ومعداتهم. دور البحر جزء أساسي وجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يعني زي ولد من ولادي في الدار، بدونه بنعيشش بنروحش ولا بنيجي. فهم يعني اللي شافوا أكثر استخدامات الصيادين لهيك مواتير، وانه في احتكار للسوق في تصليحها، وانه في غلبه في تصليحها، فهم يعني عملوا الدوره هذه تاهيل لابناء الصيادين وللصيادين نفسهم انه يصير يفك شغلته ويعمل شغلته بايده. واعدت منظمه العمل الدورات للصيادين وعائلاتهم في صيف 2015، وشملت معلومات بشان الصحه واجراءات السلامه وكيفيه المحافظه على السلامه في البحر. وساهمت تلك الدروس في توفير المال الذي كان ينفقه الصياد في إصلاح محرك مركبه، كما ساهمت في تسريع عملية الإصلاح التي يقوم بها بنفسه بدلا من البحث عن مساعدة شخص آخر يكلفه مالا ويستغرق وقتا. المجال الأول عبارة عن تصليح الموتور الخارجي المراكب الصغيرة، المجال الثاني هو عبارة عن تصليح مولد الكهرباء اللي بيستخدم كثير في قطاع الصيد، المشروع الثالث التدريب الثالث عبارة عن تصليح شبكة الكهرباء للمراكب. وحضر 30 صيادا الدورة التي استمرت على مدى 6 أيام في الأسبوع طوال 3 أشهر، وتلقى كل منهم مصروفا يوميا بسيطا لتغطية نفقاته وقيمة المواد التي يستخدمها في الدورة، ونفذته نقابة الصيادين في غزة وجمعيات صيد أخرى في المنطقة. وتقدر وكالة تابعة للأمم المتحدة أن 3600 أسرة في غزة ترتبط بالعمل في صيد الأسماك وليس لدى نصفهم مصدر آخر للدخل. ويرغب الفلسطينيون حاليا في أن تسمح إسرائيل للصيادين بالإبحار العمق 12 ميلا بحريا 21 كيلو مترا من ساحل غزة ليتسنى لهم زيادة حصيلتهم من الأسماك. تقع جزيرة صخرة اللفت في وسط بحيرة هورون التي تطل على ولاية ميتشيغان الأمريكية، وتعتبر من إحدى غرائب وعجائب الطبيعة، وذلك لشكلها الغريب وطبيعة نمو الأشجار عليها، وسميت بهذا الاسم نظرا لشكلها الشبيه بنبات اللفت. ولكن يعني اللفت نفسه مش بيتزرع أو مش بينمو في هذه المنطقة، ولكن بس هو تم ربط اسم الجزيرة بصخرة اللفت لأن هي واخدة نفس الشكل هذا النبات. الجزيرة دي في الشتاء بتتجمد تماما البحيرة الموجودة فيها وبيكسوها طبعا التلج، وفي الربيع والصيف بتستوطنها
النسور، وأصبحت جزيرة صخرة الليفت طبعا محط أنظار السياحة الداخلية أو المحلية في ولاية ماتشيغان، وبتركز الصخرة الكبيرة المكونة للجزيرة على قاعدة صخرية صغيرة، وبتنمو الأشجار على سطحها في وضع طبعا كان بيسبب الحيرة للعلماء، وكانوا بيتساءلوا دايما إزاي بتجيلها مية في أيام الصيف الحارة، وده بيأكد طبعا عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه الكثيرة، ودي طبعا واحدة من هذه العجائب. بالأمس بيعت سيارة من نوع فيراري برقم قياسي في أحد المزادات بباريس. السيارة طبعا بتعود لعام 1957، وده كان سبب رئيسي في يعني ارتفاع السعر اللي بيعت بيه بهذا الشكل. يعني المبلغ كان 32 مليون يورو أو ما يعادل 35.6 مليون دولار، وده زي ما ذكرنا في إحدى المزادات بباريس بيعت هذه السيارة من نوع فيراري. تسابق بعض أشهر السائقين في ذلك الوقت باستخدام هذه السيارة، وفازت الشركة الإيطالية المصنعة للسيارة بلقب بطولة العالم للصانعين في عام 1957. وقال ماثيو لامور المدير الإداري لدار مازادات موتور كارز إن الرقم القياسي السابق كانت قد سجلته سيارة فيراري أخرى وهي من طراز 250، حيث بيعت مقابل 28.5 مليون يورو، ده كان في عام 2014. فيتامين د طبعا من افضل الفيتامينات اللازمه لصحه العظام والاسنان زي ما كلنا عارفين، وبالاضافه لده هو بيقلل فرص الاصابه بارتفاع ضغط الدم، وبيحمي من الاصابه بالربو وامراض الحساسيه. خبراء التغذية أوضحوا بشكل كبير أن الجسم بيصنع فيتامين د بصورة طبيعية بعد التعرض لأشعة الشمس، كما أنه يوجد في بعض الأطعمة بكثرة مثل صفار البيض والأسماك والكبدة، مشيرين إلى أيضا إلى أن الأطفال الذين يحصلون على نسبة كافية من فيتامين د بشكل يومي لمدة 4 شهور خلال فصل الشتاء بيصبحون أقل عرضة لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 45%. كمان خبراء التغذية أكدوا إلى أن نقص فيتامين د في الأطفال يمكن يعني أن يصيبهم بليونة في العظام، كما أن كمان النساء الحوامل مهم جدا أن هم معظم يعني وجباتهم الغذائية يكون فيها هذا العنصر وفيتامين د بشكل كبير، حتى لا يتعرضوا في بعض الأحيان إلى يعني تسمم الحمل، لكن فيتامين د بيقيهم بشكل أو بآخر من العرضة لتسمم الحمل بشكل كبير. أنا مش عارفة إحنا معانا دكتور محمد الحوفي عشان نتكلم على أهمية فيتامين د، ولا ممكن إن شاء الله دكتور محمد الحوفي أستاذ. صباح النور دكتور محمد الحوفي، أستاذ الأغذية بجامعة عين شمس، بنرحب بحضرتك معانا يا دكتور. أهلا بيك. إحنا بنتكلم طبعا عن فيتامين د موجود في صفار البيض الأسماك والكبدة، بس مش كل الأطفال ممكن ياكلوا الأسماك أو صفار البيض. إيه تاني ممكن يكون بديل للأطفال تحديدا من الأغذية غني بفيتامين د يا دكتور؟
هو طبعا اهم مصدر لفيتامين ده اللبن ومنتجاته اللبن بالذات. وميزه فيتامين د في اللبن ان هو معاه مركبات اخرى بتساعد على امتصاص فيتامين د اللي هو السكر بتاع اللبن. فاحنا هنا بننصح الاطفال طبعا ان هم ياخدوا كوبايه لبن الصبح وكوبايه لبن اخر النهار. نفس الحكايه برضو بالنسبه للامهات الحوامل لازم تاخد برضو فيتامين د في صوره تشرب لبن علشان تقيها طبعا من هشاشه العظام. والجنين نفسه بيبقى محتاج لفيتامين د عشان عمليات تكوين العظام وتكوين الاسنان. انا كنت عايز اضيف برضو اضافه تانية بالنسبه للوظائف بتاعه فيتامين د. يعني حضراتكم قلتوا ان هو فعلا بيقي من البرد لان هو بينشط الجهاز المناعي. وطبعا مهم قوي كمان اهم حاجه ان هو طبعا بيساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفات ودول بقى المهمين قوي للعظام والاسنان. وفي نفس الوقت كمان وجدوا ان هو بيساعد على كمان مقاومه نشاط الخلايا السرطانيه. ودراسات حديثه كمان اثبتت ان في علاقه بين نقص فيتامين د والاصابه بالاكتئاب. دراسه ثانيه اثبتت برضو ان فيتامين د مهم قوي لتاخير الاصابه بمرض السكر من النوع الثاني او مسميه سكر الكبار. طبعا في اسباب بقى نقص فيتامين د. اول حاجه ان احنا عدم التعرض للشمس. فهنا احنا بنقول للناس لازم تتعرض للشمس لان الجلد فيه ماده. الماده دي بتتحول بفعل اشعه الشمس الى فيتامين د داخل الجسم. يعني الجسم ناخد ممكن ناخد فيتامين د من الاغذيه وممكن ناخده طبعا الجسم نفسه ايه يصنعه. فهنا بقى التعرض للشمس. طب هنتعرض فترات معينه اللي هي في الفتره من الساعه 11 لغايه الساعه 3 دي احسن فتره بيبقى فيها اشعه بنفسجيه في اشعه الشمس دي اللي بتخلي الفيتامين د يتكون. المده تقريبا مده التعرض بتتراوح من 10 ل 15 دقيقه بس مع الناس اللي البشره الداكنه شويه لان البشره الداكنه الامتصاص بيكون اقل بالمقارنه بالبشره البيضاء. فاحنا الناس اللي هم البشره الداكنه بنقول لهم زودوا المده شويه ممكن توصل لنص ساعة. كمان كبار السن الجلد المادة الموجودة في الجلد دي بتقل مع تقدم السن. ولذلك كبار السن بننصحهم برضو ان هم يعني يشربوا لبن وياكلوا منتجات ألبان علشان يعوضوا النقص فيتامين د لان هم ايضا معرضين للإصابة بهشاشة العظام. طيب دكتور محمد يمكن الدراسة اللي معانا بتؤكد ان مهم جدا الاطفال يتناولوا فيتامين د بشكل كبير في الوجبات الغذائية المختلفة. بس الدراسة حقيقة بتقول ان هم لو التزموا بده بشكل يومي لمدة 4 شهور هيقيهم من الكثير من الامراض او يكونوا اقل عرضة لمخاطر الاصابة بالانفلونزا بحوالي 45%. هل لازم فعلا ان احنا نخلي اطفالنا يلتزموا يعني بالوقت ده او بمده زمنيه معينه فكره 4 شهور ولا عموما لازم بقى في توازن في تناول العناصر والفيتامينات المختلفه في الوجبات الغذائيه؟ هو الحقيقه فيتامين د مهم قوي للاطفال يعني حتى ابتداء اثناء عمليه الحمل وبعد الولاده على طول لان هنا في نمو طبعا للعظام والاسنان. فهو الطفل هنا محتاج لفيتامين د. المهم كمان ان لبن الام في الفتره اللي هي بتاعت الرضاعه اللي هم السنتين الاولين بتوع الرضاعه لبن الام كمان يكون فيه فيتامين د. وهنا بننصح الامهات بقى ان هم يتعرضوا للشمس لان الحقيقه الناس اللي الامهات اللي بتغطي معظم الجسم وما بتتعرضش للشمس خصوصا في فتره الشتاء والحاجات دي كلها بيبقى نسبه فيتامين د في لبن الام قليل. فهنا بنقول لبن الام في اثناء عمليه يعني الرضاعه. وكمان بعد كده لازم نحافظ على مستويات فيتامين د في وجبات الاطفال على طول لان الطفل في مراحل نمو وتكوين العظام والاسنان. طيب دكتور محمد احنا معانا خبر تاني او دراسة تانية بتتكلم عن الصداع. طبعا الصداع من اكثر الالام انتشارا. مفيش حد اعتقد ما بيعانيش من الصداع. الصداع بيتواجد فجأة بدون مقدمات محدش يبقى عارف سببه وعلى طول بنلجأ للمسكنات الادوية. يعني في دراسة بتأكد انه المية شرب المية كتير ممكن يقلل الصداع. مدى صحة المقولة دي ايه او الدراسة دي؟ هو طبعا شرب المية بوجه عام هي بتعمل عملية غسيل للجسم وبتخلص الجسم من كثير قوي من السموم. وفي نفس الوقت بقى احنا مشكلتنا كمان من الصداع ممكن يكون ناتج مثلا عن ارتفاع ضغط الدم
في الغالب يعني في بعض ضغط الدم برضو مرتبط بالاكل بتاعنا، ان احنا بناكل حاجات حادقه كتير، نسبه الملح عاليه جدا جدا، فهنا طبعا لازم نشرب ميه عشان نتخلص طبعا من الايه، من الاملاح الزياده او اللي هي موجوده في الاغذيه بتاعتنا يعني. طيب الميه مثلا الدراسه بتستند على انه الميه بتزيد من تدفق الدم والاكسجين في الدماغ، وبتنصح انه الميه تكون درجه حرارتها درجه حراره الغرفه المعتدله، يعني ما تكونش ساقعه قوي، هل ده برضو مهم ان 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 درجه حراره الميه ما تكونش ساقعه ولا ايه؟ هي طبعا الميه الساقعه قوي بتعمل عمليه انكماش للاوعيه، وبالتالي بتقلل من تدفق الايه، من تدفق الدم وسرعه تدفقه، فاحنا لو خدنا ميه دافيه دايما في درجه الحراره اللي هي قريبه من درجه حراره الجسم بتبقى افضل بكتير، دي بتساعد طبعا على يعني زياده تدفق الدم، وفي نفس الوقت بقى يروح كتير على الكلى ويبتدي يتخلص من السموم والاملاح الزايده اللي هي ممكن تكون سبب لارتفاع ضغط الدم. لكن عموما حضرتك بتقول ان الصداع ممكن ان هو ياتي نتيجه مثلا يعني تناول بعض الوجبات بشكل غير منتظم، فده يبقى ليه تاثير على يعني اصابه البعض بالصداع، هل الموضوع كمان ليه علاقه بالجانب النفسي او كثره التفكير او الهموم او المشكلات اللي بيمر بيها اي حد فينا، ده بيبقى ليه يعني تداعيات سلبيه على يعني اصابه اي حد فينا بصداع كثره التفكير؟ طبعا التوتر العصبي مع الريتم السريع بتاع الحياه مع اللايف ستايل بتاعنا، الكلام ده كله برضو مع السمنه الزايده زياده الوزن، في طبعا الصداع طبعا ده ليه اسباب كتيره جدا جدا، فطبعا لو في صداع لازم الشخص يعني يزور الطبيب ولازم يتاكد منه يعني اسباب الصداع، خصوصا اذا كان متكرر. لكن في صداع بقى يعني كده ممكن يجي سريع نتيجه الاجهاد برضو، ممكن اصاب بالصداع برضو ان انا ما خدتش اكل كفايه، ان انا جوعت فتره طويله، لان برضو يعني غذاء المخ هو السكر والسكر ده جاي من الاكل، فلازم الواحد برضو لما يحس بالصداع ممكن ان هو ياكل فممكن يروح الصداع، فلازم برضو الواحد يعني يروح للدكتور لو تكرر بقى الصداع، ولازم يروح مهم طبعا التعرف على يعني اسباب الصداع، بس ده ممكن يبقى عادي للكبار، لكن لما بنلاقي ان في بعض من اطفالنا بيعانوا من الصداع، واكيد طبعا ما فيش اي ضغوط نفسيه ولا عصبيه ولا، والله انا اعتقد يعني انا طبعا انا اخصائي تغذيه مش طبيب، ولكن هناك احد الاسباب برضو اللي هي يعني اللي ان انا بقعد ساعات طويله قدام اجهزه الكمبيوتر والبلاي ستيشن والحاجات دي كلها، دي طبعا مع التركيز الجامد ده، وطبعا ده لازم يبقى فيه صداع مع الحاجات دي كلها يعني، وبعدين الطفل برضه بينسى نفسه بموضوع الاكل، فيبقى فيه نقص في نسبه السكر والحاجات دي، فهنا لازم برضه يعني نهتم باكل الطفل، واحنا دايما بنقول بالنسبه للاجهزه والحاجات الالكترونيه دي كلها مش اكتر من ساعتين في اليوم، احنا صحيح. للاسف الاطفال بيقعدوا بالست ساعات سبع ساعات طول الليل، طول الليل احيانا لساعات متاخره من الليل قدام اجهزه الكمبيوتر طبعا او التلفزيون او شاشات التلفزيون وشاشات التلفزيون نفس الحكايه فعلا يعني، فلابد من تقنين الساعات اللي بيجلسوها والمجهود طبعا شاشات. الطفل يلعب ويتحرك اكتر من الكبير، فلازم برضه هنا لازم ياكل برضه، لازم عمليات الاكل ما ينساش الاكل. نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الحوفي استاذ الاغذيه بجامعه عين شمس، شكرا. هنصل مع حضراتكم دلوقتي بشكل سريع يعني اهم الفعاليات والانشطه الثقافيه والفنيه، وبتحيي فرقه الرقص المسرحي الحديث في الثامنه من مساء اليوم ان شاء الله عرضا فنيا بعنوان حلم نحات، وذلك على مسرح سيد درويش باوبرا الاسكندريه. من مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية لمسرح الجمهورية بالقاهرة اللي هيشهد في الساعة 8 إن شاء الله من مساء اليوم حفل فني بتحيي فرقة فريد البابلي الفنية، وهتقدم من خلال هذا الحفل عروض فنية مميزة.
أما على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فستحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني في 8 مساء حفلا فنيا. عروض فنية متنوعة بتلبي كافة يعني الأذواق، وبنتمنى إن شاء الله إنه الجميع يسعد بهذه العروض. متواصلين مع حضراتكم في هذا الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل مباشرة.